هذا السائل من بلاد، يقول من بلاد الكفار، يقول نحن في بلاد الكفار وعندنا بعض الإخوة المسلمين يستحلون أموال الكفار بدعوة أنهم ليسوا على الإسلام. لا، لا يجوز استحلال دماء الكفار وأموالهم إلا بالجهاد في سبيل الله، الغنائم في الجهاد في سبيل الله. أما تعتدي عليهم تقتلهم وتأخذ مالهم هذا ما يجوز، هذا تعدي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل نحن لا يحل قتل الكافر ولا يحل أخذ ماله إلا بالجهاد في سبيل الله فقط. نعم.